في ذكرى النكسة اقتحامات جماعية للأقصى تحت حراسة الشرطة، وغضب واستنكار وإدانة رسمية وشعبية للهند بعد إساءة مسؤول في الحزب الحاكم للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. أزمة جديدة تهدد العالم بعد التخلي عن الغاز الروسي، وتوقعات برفع حالة الطوارئ في السودان. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من حديث الميديا. أحداث وتطورات عدة تصدرت عناوين الصحف والقنوات الإخبارية، والبداية من صحيفة Financial Times التي كشفت عن مشكلة جديدة قد تواجه العالم تتعلق بعمليات نقل موارد الطاقة إلى الدول بعد مشروع تخلي العديد من الدول عن الغاز الروسي. وبحسب الصحيفة فإن سياسة تقليل الاعتماد على إمدادات الطاقة من روسيا قد أدت إلى أزمة جديدة تتعلق بنقص السفن المتخصصة بنقل الغاز، حيث اشتعلت منافسة حادة بين شركات الطاقة والغاز على استئجار السفن. وأضافت الصحيفة أن الرغبة في الحصول على سفن لنقل الغاز الطبيعي المسال ترجع إلى إدخال قيود جديدة العام المقبل على انبعاثات المواد الضارة في الغلاف الجوي، مما قد يؤدي إلى نقص في الناقلات المناسبة في المستقبل. نبقى في موضوع حظر الغاز الروسي، حيث كتبت الغارديان أنه عندما أعلن الاتحاد الأوروبي حظره الجزئي على صادرات النفط الروسية ارتفعت تكلفة النفط الخام في الأسواق العالمية، مما قدم للكرملين مكاسب مالية أخرى غير متوقعة، ولا سيما أن روسيا لا تجد صعوبة في إيجاد أسواق بديلة لطاقتها، حيث ارتفعت صادرات النفط والغاز إلى الصين في أبريل بأكثر من 50% على أساس سنوي. واستدركت الصحيفة البريطانية وأشارت أن العقوبات المفروضة على موسكو ليست خالية من المتاعب، لأن ما تمتلكه روسيا من مخزونات في السلع الأساسية سينفد بمرور الوقت، وسيكون من الصعب الحفاظ على استمرارية اقتصادها. في ملف الطاقة الروسية كتب موقع دوتش فيلا إنه عقب العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا سعى الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء اعتماده على مصادر الطاقة الروسية، فيما نقلت عن خبراء قولهم إن ما يحدث قد يمثل فرصة للاتحاد الأوروبي ليس لإنهاء اعتماده على الوقود الأحفوري الروسي فحسب، وإنما أيضا لتسريع إجراءات الاعتماد على الطاقة النظيفة ومصادر الطاقة المتجددة. هنا من جانبها لفتت قناة الجزيرة إلى أن روسيا تجني 800 مليون دولار يوميا من النفط والغاز، وأن خزائن موسكو المالية تعززت إثر ذلك وبلغت أعلى مستوياتها في 13 عاما. تفاصيل أكثر في هذا الفيديو. ومن أزمة الغاز الروسي إلى الأزمة النووية الإيرانية، صحيفة لوفيغارو الفرنسية قالت إنه في ظل القتال الدائر في أوروبا الشرقية حقق البرنامج النووي الإيراني قفزات مذهلة خلال الربيع، وباتت طهران على وشك الوصول إلى العتبة النووية. وأشارت الصحيفة إلى أن العد التنازلي قبل إنشاء القنبلة النووية الإيرانية أصبح الآن صفراً، حيث تمتلك إيران ما يكفي من اليورانيوم المخصب، وهي قادرة في غضون شهر على إنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لتصنيع سلاحين نوويين. مشاهدينا، نبقى في ملف الأزمة النووية الإيرانية، وفي هذا السياق نقلت بي بي سي عن رئيس الوزراء الإسرائيلي قوله إن إيران استخدمت وثائق مسروقة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمساعدة في إخفاء أنها كانت تنفذ أنشطة نووية محظورة، معتبرا أن إيران كذبت على العالم وقتها وأنها تكذب على العالم مرة أخرى الآن. من جهة أخرى لفتت بي بي سي إلى أن الدول الغربية تشك في أن إيران ربما تسعى لصنع أسلحة نووية في انتهاكات للاتفاقيات، وهو ما تنفيه إيران بشدة.
الآن ننتقل إلى الملف السوداني، حيث سلطت صحيفة العربي الجديد الضوء على تداعيات رفع حالة الطوارئ في السودان، ونقلت عن خبراء قولهم إن ذلك سيؤدي إلى تنشيط الحراك الاقتصادي وإزالة عوائق استثمار عانها المستثمرون الأجانب والمحليون طوال الأشهر الماضية في ظل التدهور الاقتصادي والأمني الذي نجم عن فرض حالة الطوارئ. ومن جهة أخرى، عرضت العربي الجديد الآراء المتشائمة التي اعتبرت أن الانفراج الاقتصادي لا يعتمد فقط على إلغاء حالة الطوارئ، وإنما هو بحاجة إلى استقرار سياسي وأمني وقوانين حاكمة وبيئة جاذبة للمستثمرين وإعادة تفعيل القوانين الاقتصادية. إلى صحيفة عربي 21 التي علقت أيضا على قرار رفع حالة الطوارئ في السودان، ونقلت عن ممثلين في الجبهة الوطنية للتغيير أن القرار يعد إيجابيا من الناحية السياسية رغم أنه جاء متأخرا، ولكن على أرض الواقع فبات يوجد فرق بين وجود حالة الطوارئ أو رفعها، فالتظاهرات لا تزال مستمرة والحياة اليومية كما هي. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة هي محاولة للخروج من المأزق الذي أدخلت الحكومة نفسها فيه واحتواء الأزمة العصيبة التي تمر بها البلاد. وفي إضاءة على الوضع الميداني السوداني على الأرض، نشرت الوكالة الأوروبية للأنباء يورنيوز مقطع فيديو يظهر استخدام الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. لنتابع. وأخيرا إلى موضوع وباء كورونا، حيث نقلت قناة العربية تحذيرات منظمة الصحة العالمية من أن التهديد المتمثل في ظهور سلالة جديدة أكثر خطورة من فيروس كورونا حقيقي. لنتابع. هذه كانت أبرز المواضيع التي تناولتها وسائل الإعلام العربية والعالمية. ما هي المواضيع الأبرز التي غلبت على توجهات وسائل التواصل الاجتماعي؟ يطلعنا أكثر الزميل ربيع الصعوب. تفضل ربيع. شكرا أحلام. قصف روسيا كييف للمرة الأولى منذ أسابيع، والحديث عن تغير الخطة الروسية على أرض المعركة وظهور متحور جديد من أوميكرون وسط مخاوف من عودة انتشار كورونا، إضافة إلى تسجيل كوكب الأرض أعلى مستوى لثاني أكسيد الكربون منذ 4 ملايين سنة، مواضيع تصدرت منصات التواصل الإخبارية. نبدأ من استهداف القوات الروسية كييف للمرة الأولى منذ أسابيع عدة بعد فترة من الهدوء النسبي الذي شهدته المدينة. حساب قناة بي بي سي عربي تناول الخبر. عدة انفجارات هزت العاصمة الأوكرانية صباح الأحد في أول هجوم عليها منذ أسابيع، وأشار الحساب إلى أعمدة من الدخان الأسود شوهدت في سماء المدينة وسط اندفاع فرق الطوارئ للتعامل مع أثر الانفجارات. كما لفت الحساب إلى تزامن هذا الهجوم مع واحدة من أشرس المعارك في مدينة سيفرودونيتسك الأوكرانية وسط احتدام القتال هناك وانتقاله من شارع إلى شارع داخل المدينة. بدورها قناة الحدث تناولت الخبر تحت عنوان الضربات على كييف دمرت مدرعات غربية. القناة نقلت عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أوغير كوناشينكوف قوله إن صواريخ عالية الدقة وبعيدة المدى أطلقتها القوات الجوية الروسية على ضاحية كييف دمرت دبابات من طراز T-72 قدمتها دول من أوروبا الشرقية ومدرعات أخرى. الحساب الرسمي لإندبندنت عربية نشر مقطع مصورا يظهر قصف العاصمة الأوكرانية، وتظهر اللقطات المصورة أثار الانفجارات أحدها شمال شرقي كييف حيث يرتفع عمود كثيف من الدخان في السماء. نشاهد. إلى موضوع آخر، والمخاوف من عودة انتشار وباء كورونا مع ارتفاع مستوى الإصابات في عدة دول حول العالم وانتشار متغير جديد من متحور أوميكرون.
نبدأ مع التلفزيون العربي الذي تناول الخبر المتعلق بالمتغير الجديد من متحول إيميكرون والذي وصف بشديد العدوى. القناة قالت إن الإصابات والوفيات ارتفعت نتيجة المتغير الجديد في عدة دول أبرزها البرتغال وألمانيا، مشيرة إلى أن الدول الأوروبية تفكر في إعادة فرض الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا في وقت لاحق من العام. دول أخرى ينتشر فيها الفيروس مثل كوريا الشمالية. صحيفة القدس العربي تناولت هذا الخبر وأشارت إلى نحو 80,000 إصابة جديدة هناك. وفي التفاصيل، نقل حساب الصحيفة عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية نقلا عن مقر الوقاية من الأوبئة أن أكثر من 79,000 شخص ظهرت عليهم أعراض ما يوصف بالحمى، إضافة إلى عدد من الوفيات. وأضافت الصحيفة أن العدد الإجمالي للإصابات بكورونا منذ أواخر نيسان إبريل الماضي في كوريا الشمالية ارتفع إلى نحو 4 ملايين حالة، فضلا عن نحو 100 وفاة. أما CNN عربية فتناولت دراسة غريبة تتعلق بكورونا تحت عنوان هل الكلاب أفضل بكشف كورونا من الاختبارات المنزلية؟ حساب القناة نقل عن باحثين فرنسيين قولهم إن الكلاب المدربة قد تقوم بعمل أفضل للكشف عن فيروس كورونا لدى المصابين من الاختبارات السريعة، وذلك وفق ما جاء في دراسة جديدة تمكنت فيها الكلاب المدربة بشكل خاص والتي استنشقت العينات من الكشف عن فيروس كورونا في معظم الحالات تقريبا. وتناولت قناة العربية الخبر أيضا لكن من خلال مقطع مصور نشرته على حسابها في تويتر تحت عنوان بعد ارتفاع مفاجئ في الإصابات والوفيات، هل يتفشى كورونا بأوروبا خلال الصيف؟ نشاهد. موضوعنا الأخير يتعلق بتسجيل كوكب الأرض أعلم بعاثات ثاني أكسيد الكربون في تاريخ البشرية. قناة الحرة تناولت هذا الخبر قائلة إن كمية ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي والتي تسبب الاحتباس الحراري تواصل الصعود بلا هوادة وحطمت الأرقام القياسية في شهر مايو الماضي، وإن كمية ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي الآن أعلى مما كانت عليه في عصر ما قبل الصناعة وبدء إحراق النفط والغاز والفحم في أواخر القرن 19 بنحو 50%، والأعلى على الإطلاق خلال 4 ملايين سنة على الأقل. صحيفة العرب الجديد نقلت عن إدارة المحيطات والغلاف الجوي الوطنية الأمريكية أن سبب هذا الارتفاع الجديد هو الاحترار المناخي العالمي الناجم عن الأنشطة البشرية، وأهمها وسائل النقل وإنتاج الإسمنت وإزالة الغابات وإنتاج الكهرباء باستخدام الوقود الأحفوري. كما أضافت أن الجنس البشري لم يعرف من قبل مثل هذه المستويات الموجودة اليوم من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. بدوره قال حسابه صحيفة الشرق الأوسط إن مايو هو عادة الشهر الذي تسجل فيه كل سنة أعلى مستويات ثاني أكسيد الكربون، وقد تجاوز تركيزه هذا العام عتبة 420 جزءا في المليون، وهي وحدة القياس المستخدمة لتحديد كميات التلوث في الهواء. أما في مايو عام 2020 فقد بلغت هذه النسبة 417 جزءا في المليون. وذكرت الصحيفة بأن هذا الاحترار بدأ يؤدي إلى عواقب وخيمة منها تكاثر موجات الحرارة والجفاف والحرائق والفيضانات. وفي هذا الإطار نشر حساب الشرق للأخبار مقطع مصور حمل عنوان الأعلى منذ 4 ملايين سنة، الأرض تسجل أعلى مستوى لثاني أكسيد الكربون. نشاهد. كانت هذه أبرز المواضيع التي حظيت بمتابعة منصات التواصل الاجتماعي، وأعود إليك أحلام. شكرا لك ربيع. انتهاكات إسرائيلية مستمرة بالتزامن مع الذكرى 55 للنكسة، ورابطة علماء فلسطين تدعو إلى الرباط في المسجد الأقصى. التفاصيل في منشد. تتوالى اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى بالتزامن مع عيد الأسابيع اليهودي في الوقت الذي يستذكر فيه العالم العربي الذكرى 55 لنكسة حزيران.
صحيفة القدس العربي من جانبها، والتي شبهت ما يجري في الحرم القدسي الشريف ببرميل البارود الذي يفجر حمامه في فترات متقاربة بسبب تزايد الأطماع اليهودية. ولفتت الصحيفة إلى أن تعداد المستوطنين الذين يقتحمون الأقصى ويدعون للصلاة فيه بل لتقاسمه في ارتفاع كبير، فيما تؤدي أغلبية يهودية فرض السيادة الإسرائيلية على الحرم القدسي الشريف، وتزداد نسبة المؤيدين لاقتحامه، ويبدو أنه إضافة إلى الأطماع اليهودية المتزايدة المستفيدة من صمت العالم ومن التطبيع العربي المتزايد. هناك أيضاً دور للانقسامات والمزودات الإسرائيلية الداخلية في تكريس هذا الصراع والابتعاد عنه والاهتمام بموضوع البقاء في الحكم. موقع عربي 48 ناقش ما يحدث من زاوية تاريخية وقال إن القدس تقع منذ استكمال احتلال الجزء الشرقي منذ عام 1967 في دائرة الاستهداف الإسرائيلي، فلم تتوقف على مدار 55 عاماً مخططات الضم والقضم والمصادرة والاستيطان ومحاصرة المدينة وعزلها عن محيطها الفلسطيني ومجالها الحيوي، إلى جانب اختراق الأحياء الفلسطينية التاريخية وتقطيع أوصالها ونهب بيوتها ومحاصرة تطورها العمراني والتضييق على حياة السكان وسبل معيشتهم، ضمن سياسة واضحة لإفراغ القدس من أهلها ومؤسساتها وتهويدها لتكون فعلاً العاصمة الموحدة لإسرائيل كما يريدون. موقع عربي 21 مشاهدينا نوه إلى وجود برنامج مبرمج من أجل فرض هذا الواقع المرير على القدس بعد تكرار الاقتحامات من قبل المستوطنين الإسرائيليين بحماية من قوات الاحتلال. نقلت الصحيفة عن إدارة المسجد الأقصى أنهم ينظرون بخطورة كبيرة لما يجري من قبل سلطات الاحتلال والجماعات المتطرفة في ساحات الأقصى، بالتزامن مع ذكرى ما يسمونه عيد نزول التوراة أو الشفعوت، وذلك بعد أسبوع من تنظيم ما تسمى مسيرة الأعلام في القدس المحتلة. صحيفة العربي الجديد نشرت مقطع فيديو لعملية اقتحام مجموعة كبيرة من المستوطنين المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية وسط هتافات التكبير. لنتابع. قناة المملكة من جانبها سلطت الضوء على تزامن الانتهاكات الإسرائيلية مع الذكرى 55 للنكسة، مشيرة إلى تواصل الاستفزازات الإسرائيلية بالسماح للمستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى وزيادة التجمعات الاستيطانية من خلال بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة. ولفتت القناة الأردنية إلى ما يواجهه الفلسطينيون من حي الشيخ جراح وبطن الهوى في القدس المحتلة من خطر التهجير القسري والتطهير العرقي بعد صدور قرارات تقضي بطردهم من منازلهم لصالح المستوطنين. قناة رؤية نقلت عن المدير العام للأوقاف الإسلامية في القدس عزام الخطيب قوله إن المسجد الأقصى أصبح ثكنة عسكرية من الداخل والخارج، موضحاً أن هناك إصراراً كاملاً على الاقتحامات وأداء الصلوات التلمودية، وأن شرطة الاحتلال لم تفعل شيئاً حيال تلك الطقوس الاستفزازية، بل إنها تساعد على أداء طقوس كهذه. ولفت الخطيب إلى أن المعتكفين في الأقصى موجودون في الساحات ولا حول لهم ولا قوة إلا بالتكبير، معتبراً أن أداء المستوطنين للطقوس التلمودية وانبطاحهم في أرض الأقصى المبارك هو تدنيس للمسجد واستفزاز لجميع مسلمي العالم. مشاهدينا، وكالة الأناضول نقلت بيان رابطة علماء فلسطين الذين صرحوا فيه أن إصرار قطعان المستوطنين وجماعات الهيكل المزعوم ومن خلفهم قيادة الحكومة الصهيونية على مثل هذه الدعوات والاقتحامات للمسجد الأقصى سيزيد الشعب الفلسطيني إصراراً على التصدي لها وإفشالها بكل الوسائل. ودعت رابطة الفلسطينيين لشد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه لحمايته من العدوان الإسرائيلي، وشددت على أن مسؤولية الدفاع العملي الميداني عن القدس ومقدساتها
في وجه هذه الدعوات من قبل جماعات الهيكل تقع على عاتق المسلمين جميعاً. صحيفة الخليج اعتبرت أن الأحداث الحالية في القدس المحتلة ما هي إلا تكرار لمشهد مسيرة الأعلام التي كرست كافة الخطوط الحمر وتجاوزت الاتفاقيات الدولية وتخطت كافة الاعتراضات الإقليمية والعالمية وشكلت انعطافة جديدة في محاولات تهويد المدينة. ورأت الصحيفة أن الاقتحامات المتتالية ستشكل تحدياً كبيراً ومزيداً من التصعيد في المرحلة المقبلة، ما يتطلب وقفة جدية ومراجعة حقيقية للمتغيرات الداخلية الإسرائيلية كما المتغيرات الخارجية أيضاً. إلى قناة الجزيرة التي نشرت مقطعاً مصوراً لسيدة فلسطينية مسنة تواجه جنود الاحتلال في أثناء محاصرتهم للمرابطين بالأقصى. نتابع معا هذا الفيديو من قناة الجزيرة. نعود من جديد إلى الزميل ربيع الصعوب ليطلعنا أكثر على توجهات وسائل التواصل الاجتماعي. تفضل ربيع. نعم أحلام، شكرا. بعد إساءة المتحدث باسم الحزب الحاكم في الهند إلى النبي عليه الصلاة والسلام وزواجه من السيدة عائشة رضي الله عنها، تصدر وسم إلا رسول الله يا مودي للترند في عدة دول عربية وإسلامية. والبداية من البي بي سي عربي، حيث غردت بالوسم ذاته وتساءلت ما القصة، لتجيب أن سبب الغضب ما نشره المتحدث الرسمي باسم الحزب الحاكم في الهند الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندا مودي على حسابه في تويتر، وذلك عن زواج النبي عليه الصلاة والسلام من السيدة عائشة رضي الله عنها، مما أثار غضبا كبيرا لدى المسلمين. حساب قناة الحرة وعلى خلفية ذات الوسم غرد بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية الأخير عن الحريات الدينية الذي أشار إلى أن الهند من الدول التي تتصاعد فيها انتهاكات الحريات الدينية. شبكة رصد غردت أن هاشتاغ إلا رسول الله يا مودي يواصل تصدره في مواقع التواصل الاجتماعي بعد إساءة المتحدث باسم الحزب الحاكم في الهند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حساب الهيئة العالمية لنبي الإسلام غرد بقوله: المسلمون ينتصرون في الدفاع عن نبيهم، هكذا أجبرت جموع الغاضبين الحكومة الهندية وناطقها على حذف التغريدة المسيئة. ونشر الحساب دعوة العلامة محمد حسن الشنقيطي الشعوب العربية والإسلامية إلى مقاطعة المنتجات الهندية. نتابع. الناطقة الرسمية باسم الحزب الحاكم في الهند قد اقترب من إظهار العداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتصريح بسبه ما يوجب حربه وحرب حزبه، وذلك بقدر المقدور عليه، فيجب على المسلمين جميعا أن يحاربوا هذا الحزب الحاكم في الهند بما يقدرون عليه. ما زلنا مع تفاعلات الاحتجاجات التي انتشرت على وسائل الإعلام الرقمية ومن زوايا متعددة. صحيفة صدى البلد من جانبها غردت برد جملة من علماء الأزهر على الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم ومطالبتهم بسن قوانين تجرم التعرض للأديان. أما صحيفة الاستقلال فغردت برد عضو مجلس الأمناء باتحاد علماء المسلمين الدكتور محمد الصغير بقوله: أغراهم بهذا التطاول أن كل جرائمهم السابقة مرت دون نكير. الجزيرة غردت بهاشتاغ إلا رسول الله وقالت إن موجة غضب في دول عربية عدة رفضا لتغريدة مسيئة للنبي الكريم، وأدت إلى اندلاع مظاهرات في مدينة كامبور الهندية بين مسلمين وقوات الشرطة. نتابع. موقع عربي بوست غرد بقوله أن غضبا واسعا خلفته تغريدة المسؤول الهندي البارز في الحزب الحاكم، خلفت وسما تصدر الترند وهو وسم إلا رسول الله يا مودي. حساب دار الإفتاء الليبية من جانبه غرد ببيان دعا فيه لمقاطعة المنتجات الهندية نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم عقب الإساءة إلى حضرته عليه الصلاة والسلام. حساب التلفزيون العربي غرد في ذات الموضوع بأن وسم إلا رسول الله يا مودي يتصدر عدة دول عربية ومطالبات بمقاطعة المنتجات الهندية بعد التغريدة المسيئة. ونختم مشاهدينا بهذا الفيديو الذي غرد به حساب موقع العدسة الإخباري والذي أجمل ما حصل في الهند وردود الأفعال بهذا الفيديو. نتابع معا.
هذا ما لدينا أحلام، عودة إليك. شكرا لك ربيع. إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة، استمروا في التفاعل معنا على صفحة تي آر تي عربي، ولا تنسوا بأن رأيكم هو المحور وتفاعلكم يصنع الخبر. في حديث الميديا منصة مفتوحة لآرائكم دائما. دمتم بخير وإلى اللقاء.